السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الغر الميمين. ازيكم يا سنة تانية إعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ فيديوهات قوية جدا جدا ان شاء الله مع بعض. هنبدأ نحل الملحقات، تمام؟ كلكم طلبتوها مني، بس معلش بقى في التأخير، بس ان شاء الله بداية من النهاردة هنبدأ نحل الملحقات مع بعض، وكمان في مفاجآت حلوة جدا جدا في الأيام اللي جاية بإذن الرحمن. تعالوا بقى نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. هنبدأ النهاردة هنحل مع بعض الملحق اللي هو Teachers Organizer، اللي هو بيكون نازل للمدرسين. ده في أسئلة بتكون شوية مش موجودة في اللي معاكم، في الملحق اللي معاكم اللي هو A Week is Enough، تمام؟ فعشان كده أنا بحله معاكم. ليه؟ بتستفادوا من الأسئلة اللي بتبقى موجودة فيه، خلاص؟ ده بيكون نازل للمدرسين بس، فمش هتلاقوه معاكم. فلو في اي سؤال جديد معلش اكتبه وخليك محتفظ بيه، مثلا في الكراسه اللي بتذاكر فيها انجليش او اللي انت عامه بتذاكر فيها كده وعامل فيها نوتات، اكتب فيها الاسئله المهمه. هنبدا مع بعض سيكشن 1 اللي هو الورك شيتس، هنبدا نحلها مع بعض. طبعا هنا كل وحده عليها 6 دروس، فاحنا هنبدا نحل على الدرسين الاولانيين، وبعدين 3 و4، وبعدين 5 و6، وبعدين امتحان على الوحده كلها. فده هو اللي هنبقى ماشيين بيه. فنبدأ كده مع بعض ونقول بسم الله ونقرب الكاميرا بتاعتنا ونبدأ نشتغل. أول حاجة طبعا هنا معانا تشوز، وسؤال تشوز ده أساسي معانا في الامتحان. عندنا هنا يونت 7 ليسنز 1 and 2، الدرسين 1 و2. أول حاجة معاكم يا سنة تانية تو نقط تشوز. طبعا تو نقط means to change a language into another one، معناها انت بتغير اللغة لواحدة تانية. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ يبقى translate اللي هو ترجمة. بعد كده we went to meet him at the knot but his plane was late. ادي مفتاح الحل اهو، كلمة plane. يعني ايه كلمة plane؟ الطائرة. اي كلمة مش عارفها ترجمها. طيب احنا كنا هنقابله فين؟ بس الطيارة بتاعته كانت متأخرة، يبقى الطيارة هلاقيها فين؟ يبقى اكيد في الايربورت اللي هو المطار. طيب I'm sure يعني انا متأكد they know this house، هم عملوا ايه للبيت ده؟ leaves ولا leave ولا are leave ولا will leave؟ طب ما احنا عندنا كلمة I'm sure، انا متأكد، دي من الحاجات اللي بتدل على المستقبل بويل، يبقى will leave، انا متأكد ان هم هيسيبوا البيت ده. طيب تعالوا نحل كده على اللي هي practice، اللي هي الكلمات اللي ما بين الأقواس. will he go swimming؟ انا عندي هنا مين will، will لازم اللي يجي وراها على طول مصدر، فبنقول will go. طيب she is be a nurse I expect، انا اتوقع، كلمة اتوقع دي دالة برضو على المستقبل والمصدر، يبقى انا هنا عندي مش هتكون is، هتكون will. هي سوف تكون nurse يعني ممرضة، وعندك will جاي وراها be فعل في المصدر، تمام؟ يبقى انت ماشي مظبوط. بعد كده في ديكتيشن اللي هي الإملاء، طبعا انت بتكتب الكلمة هنا بالعربي، انت هتترجم قدامها بالانجلش، فحتة كويسة جدا عشان برضو تراجع على الكلمات، تمام؟ فانا هسيب لك موضوع الترجمة ده ليك انت. الدرسين بقى 3 و4، اول حاجة كده بيقول it's not a good idea to become not to technology، مش فكرة، مش فكرة كويسة ان انت تكون ايه للتكنولوجي. خلي بالك من تو دي، ايه الكلمات في دي اللي بيجي وراها تو؟ ده انا عندي كلمة addicted. يعني ايه addicted؟ يعني مدمن. يبقى بيقول مش فكرة حلوة ان انت تكون مدمن للتكنولوجي، وكلمة addicted لازم يجي وراها تو، تمام؟ طيب when I watch too much TV my head often، بيقول لما بشاهد التلفزيون كتير دماغي بتوجعني. طيب هتكون hits ولا hurt ولا hurts ولا danced؟ hits يعني حرارة او ينفعل بالحرارة يعني يسخن، تمام اهو. و hurt اللي هو القلب. طيب hurts يؤذي او يؤلم، الاتنين صح، hurts على طول، تمام، اللي هي تؤلمني. طيب رقم 3 if you meet علي you should not him،
اه لو انت قابلت علي لازم تحييه. طب ما انا عندي شد، والمس قالت بعد الشد والشد انت بجيب مصدر. طب انت عندك اي ان جي؟ لا. طب اي دي؟ لا. طب اس؟ لا. يبقى الفعل من غير اي اضافات، فهيكون جريت يعني يحيي او يرحب. طيب هنا بقى بيقول لك وات شود هي، ما احنا لسه قايلين ان لما الاقي شود بعدها على طول فعل في المصدر، فهتكون دو مش داز. When I feel tired I go going to bed، بيقول لما بشعر بالتعب بذهب للسرير. احنا خدنا قاعدة اف، لو لقيت اف ومضارع بسيط يبقى الناحية التانية will والمصدر، او should والمصدر على حسب انت لو بتدي نصيحة. فهنا بيقول لو انا شعرت بالتعب هنام، يبقى I will go. I will go، تمام. بس I will go to bed يعني هنام. بعد كده عندك برضو الكلمات دي، ابدأ انت ايه اعمل لها translation، ترجمة. طيب الدرسين 5 و6 بيقول هنا we use a or an to find out the time. اه ده احنا عايزين نعرف التايم. ايه هو التايم؟ الوقت. كلنا عارفين الكلمة دي، هبص في ايه عشان اعرف الوقت؟ طبعا هنا هتبقى الايه، الاب. احنا بنستخدم التطبيق عشان ايه؟ نعرف الوقت. خلاص. listening to loud music cannot your hearing، لما اسمع موسيقى عالية هتعمل ايه للسمع؟ اكيد طبعا ايه، هتأذي السمع. يبقى مش help ولا improve ولا tell، يبقى damage، تمام، هتدمر السمع وهتؤذي السمع. if you are ill take some not to feel better، لو انت تعبان خد بعض الايه عشان تبقى كويس، يبقى اكيد طبعا medicine. يعني ايه medicine؟ دواء. طيب هنا a famous scientist not watch، في عالم مشهور عمل ايه للساعة؟ يبقى اكيد اخترعها، يبقى invented. امال invited دي ايه؟ لا دي دعا، جاية من الفعل يدعو، لكن دي اخترع، تمام. طيب we are looking forward to، ده المس قالت كتير قوي قوي على التعبير ده، متشوق الى او متطلع الى، لازم 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 يجي وراها اي ان جي. I'm looking forward to، الله يا مس ده انت قلتي تو وراها مصدر، لا اول ما تلاقي الفعل ده كله كده على بعضيه لوكشه واحده كده يبقى looking forward to، يبقى تاخد الفعل في اي ان جي على طول، تمام. عندك برضو هنا الكلمات اهي اللي هتعمل لها املاء. طيب عندنا بقى هنا ميني تيست على الوحده 7، عندنا دايلوج نادر اند عادل ار توكن اباوت ا هيرو. يعني ايه هيرو؟ يعني بطل، بيتكلموا عن بطل. What is a hero؟ قال له ايه هو الهيرو البطل ده؟ قال له I think a hero is someone who is، مش عارفين، قال له اعتقد ان الهيرو ده هو الشخص الايه. قال له What do you not؟ قال له I mean a hero isn't scared of anything. قال له اقصد ان البطل الهيرو ما بيخافش من اي حاجة. فقال له Who is your favorite ايه؟ قال له مش عارفة مين المفضل عندك. فقال له My father is my favorite hero، بابا هو الشخص او البطل المفضل عندي. قال له why is he a hero، ليه هو بطل؟ because he is a surgeon، هو جراح. who does many نقط، اللي بيعمل ايه كتيرة. قال له I think you are، اعتقد ان انت ايه. قال له of course I'm very proud، انا فخور. طيب نبدأ بقى نحل. البطل هو الشخص اللي ايه، brave. يعني ايه brave؟ يعني شجاع. ليه بقى؟ لان هو قال لك هنا ما بيخافش من اي حاجة. طيب نكمل دي what do you. طبعا انت في الامتحان مش هيجيلك كلمة واحدة، لا ده انت هتعمل سؤال كامل او اجابة كاملة. طيب هنا قال what do you نقط. طيب ما انا عندي اليو بتتحول اي، يبقى ناقصني الفعل ايه؟ مين. يبقى what do you mean يعني ماذا تقصد، يعني تقصد ايه بكلامك. فقال له اقصد ان هو ما بيخافش من اي حاجة. فهنا بقى بيقول له who is your favorite، مش عارفين. طب مكتوبة تحت اهي my favorite hero، يبقى مين هو بطلك المفضل، يبقى الفيفوريت هيرو. طيب السيرجن الجراح بيعمل ايه؟ بيعمل عمليات جراحية. طب العمليات الجراحية اسمها ايه؟ operation او operations. ليه؟ عشان عندي many يبقى جمع، يبقى operations، تمام. طيب I think you are، اعتقد ان انت ايه. قال له بالطبع انا فخور جدا، يبقى هو اكيد هيقول you are very proud او proud، بس مش مشكلة، تمام. طيب تعالوا بقى نحل اللي ما بين الاقواس.
if you came late he will punishing you، لو انت جيت متأخر هو هيعاقبك. طب ما احنا عارفين ان will be وراها مصدر، يبقى حوش الايه ال ing فهتكون punish بس. تمام. طيب when you not boil water it turns into steam. عندك when هي شغل مين؟ شغل f. فاحنا عندنا f بيجي وراها مضارع بسيط، دي الحالة الاولى، مضارع بسيط. الناحية التانية will والمصدر. طيب طيب هنا مفيش will والمصدر، يبقى دي الحالة الصفرية، بتكون مضارع بسيط والناحية التانية مضارع بسيط. تمام. طيب انا عندي هنا you انت، واحنا عارفين ان في المضارع البسيط I و you we و they واي اسم جمع بيكون مع الفعل في المصدر، فهتكون boil من غير الاس. تمام. طيب he should، قلنا خلاص بقى بعد should و should انت فعل في المصدر، فهتكون he should do voluntary work. If you don't get up early you will miss the bus. طبعا هنا عندك بعد don't، واحنا عارفين في المضارع البسيط والماضي البسيط بنغني، بنقول سؤال ونفي الفعل في المصدر. طب ما انا عندي don't يبقى get. تمام، مش gets. بعد كده هتكتب 90 كلمة عن how to be safe online، ودي كانت اهم الباراجرافات اللي كنت منزلها، فموضوع مهم جدا جدا، لازم تشوف فيديو الباراجرافات. اكتب كده في البحث اهم الباراجرافات المتوقعة قناة انجليزي ببلاش، واكتب جنبها تانية اعدادي، هيطلع معاك الفيديو على طول، لازم تدخل تشوفه لان عليه درجات كتير جدا في الامتحان، واحنا قلنا الكلام ده كتير. طيب تعالوا بقى نشوف الوحدة التامنة يا سنة تانية اهو، unit 8 lessons 1 and 2. means very nice to eat، حاجة حلوة جدا ان انت تاكلها، يبقى معناها ايه؟ delicious، يعني delicious يعني لذيذ. تمام. طيب بعد كده فلافل and sponge are kinds of، الفلافل والسفنج كانوا ايه؟ كانوا food ولا trees ولا juice ولا spices؟ لا ده كانوا food، طعام. طب هتقولي السفنج احنا قلنا هي اكلة مغربية. تمام. or an person has good luck، الشخص اللي عنده good luck يعني حظ كويس، فبنقول عليه lucky، يعني ايه lucky؟ محظوظ. تمام. طيب there aren't some tools on the table، طبعا عندك هنا نفي فمش هتنفع some، فهتكون any. والناس اللي ما بتعرفش تحل الموضوع ده ما كانش احمد يبقى الحاج احمد على طول، لو some اللي غلط هتكون any، ولو any اللي غلط هتكون some. تمام. طيب how much pants do you have، عندي much اللي غلط فهتكون many. طب ليه يا مس؟ عشان عندي هنا pounds تعد، اللي هي الجنيهات، واللي بيعد بناخد معاه many، اما much بيجمع حاجة اللي تعد او كمية، او طبعا how much كام السعر. عندك هنا الاملاء، وجبة خفيفة ولديها حساسية وخضروات وطاقة وملح. الدرسين بقى 3 و4 نقط. The eggs to make omelette، انا هعمل ايه للبيض عشان هعمل اومليت؟ يبقى انا اكيد بيت، يعني ايه بيت؟ يخفق او يضرب. تمام. هضرب البيض عشان اعمل اومليت. A knot is a period of 10 of 100 years، 100 سنة بنقول عليها century، يعني ايه century؟ قرن. Hearing and smiling are، السمع والشم دول ايه؟ طبعا senses اللي هي حواس، من الحواس الخمس. هنا بقى بيقول لك don't being cruel to others، طب ما انا واخد don't ده فعل في الامر، يبقى بعد don't بجيب مصدر، يبقى don't be تحوش الاي انرجي. هنا بدأ الجملة مفيش فاعل، مفيش فاعل، لا اسم ولد ولا اسم بنت ولا ضمير ولا اسم جمع ولا اسم مفرد، مفيش اي ضمير خالص او اي فاعل عامة، يبقى على طول ده فعل في المصدر وانت مغمض، لان كده هتكون imperative اللي هو الامر، واحنا قلنا الامر ببدأ يا اما بمصدر يا اما بdon't والمصدر. تمام. فاول حاجة كده هتكون study، بحوش الاي اس وارجع الواي، تبقى study hard to get high marks، لازم تذاكر بجد عشان تحصل على درجات عالية. طيب هنا بقى عندنا الاملاء اهم، لو هتكتبهم. نيجي بقى للدرسين 5 و6 اخر درسين معانا. تو نقط. A healthy diet means eating enough healthy things، بيقول مش عارفة عشان ايه، يبقى انت الهيلثي دايت اللي هو النظام الغذائي الصحي، معنى ان انت تاكل الحاجات الصحية، يبقى تو انكلود ولا كونكلود ولا فولو ولا اكسبلود؟ طبعا تو كونكلود يعني لكي نختم او في الختام.
طيب اوكيناوا از ا اور ان ان جابان. اوكيناوا دي كانت ايه؟ كانت ايلاند، جزيره في اليابان. طيب بعد كده عندنا he works as a or an in a restaurant. هو هيشتغل في المطعم restaurant. طبعا المطعم مين اللي هيشتغل في المطعم في دول؟ يبقى اكيد الكوك اللي هو الطباخ، مش الكوكر. كوكر يعني البوتاجاز، اما كوك اللي هو الطباخ. تمام. هاني بسبوسة ان كهك اور كايندز اوف، يبقى ديزرت اللي هي الحلوى. امال ديزرت يعني ايه؟ الصحراء. lunch and dinner are my favorite. الغداء والعشاء دول الايه؟ الميلز. يعني ايه ميلز؟ وجبات. تمام. ومعهم طبعا البريك فاست. عندنا هنا الكلمات اهي، نظام غذائي وبعد متوازن وفلفل وسبب وكمية. نشوف بقى الميني تيست على الوحدة التامنة. اول حاجة كده عندنا هنا بيقول there are three not for his absence. في تالت ايه؟ لغيابه. absence اللي هو الغياب، يبقى اكيد في تلات اسباب، يبقى reasons اسباب. تمام. we should sleep 8 hours. نقط لازم ننام 8 ساعات في الايه؟ يبقى اكيد في النايت، في الليلة، مش تنفع في الويك، في الاسبوع، ولا الير، ولا المانث. تمام. يبقى نايت. نقط watch too much tv، ما تسمعش تلفزيون كتير. طبعا هنا برضو امر، فانا هبدأ انفي بايه؟ بدونت. تمام. اللي بكلم اللي قدامي. some food bad or unusual، بيقول في بعض الطعام بيبدو ان هو وحش او غير معتاد. يبقى smells. يعني ايه smells؟ ريحته بتكون مش حلوة. طيب he writes about his daily life in his، هو بيكتب عن حياته اليومية. يبقى فين؟ في الدايري. يعني ايه الدايري؟ المذكرة او المفكرة او اليوميات. تمام. اما الدايري دي منتجات الالبان، وقلناها كتير جدا جدا في الشرح. he is poor، هو فقير. he has not money، هو معاه فلوس ايه؟ هو فقير، يبقى هو معهوش فلوس كتيرة، يبقى مش تنفع مني ولا ماتش ولا لط، يبقى little money. طيب we take turns to، يعني ايه take turns؟ يعني بنتبادل الادوار. تمام. بنبدل يعني to not the washing up، عشان نعمل الغسيل، يبقى to do the washing up. تمام. عشان نعمل يعني غسيل المواعين، washing up اللي هو غسيل المواعين. I don't need more. That is، أنا مش عايز تاني. That's enough. يعني enough كافي أو كفاية. Are there not tickets؟ الله، طب ما احنا قلنا سؤال ونفي، يبقى على طول مين؟ any. وأنا عندي هنا سؤال، يبقى على طول any. Having a lot of salt means، لما يكون الحاجة فيها ملح كتير يبقى معناها ايه؟ salty، يعني ملحة. نيجي بقى هنا للوحدة التاسعة، الدرسين واحد واتنين. people wear special not on festivals. بيلبسوا ايه في المهرجانات؟ يبقى اكيد costumes اللي هي الازياء اللي ايه للمناسبات الخاصة. I recommend not the clothes from other countries. انا بقترح عليكم ان احنا نشوف بتاع ده ملابس من بلاد مختلفة. يبقى I recommend looking. recommend يجي وراها ال ing على طول. Is she not to cook well? Is she؟ دي انا عندي can و know و knows و able. طيب احنا عندنا able يجي وراها to والمصدر اهي. طب can ما يجيش معها is ولا to، والمصدر يجي معها المصدر. know و knows بيجي وراهم how to، فمش هتنفع التلاتة دول، فهتكون able. ليه؟ able بيجي قبلها اما و اذا و are، وبعدين to والمصدر، فهتكون able. هل هي قادرة على ان هي تطبخ كويس؟ ده معناها. Not are you know how to use the internet. هل انت تعرف ازاي تستخدم الانترنت؟ طيب احنا عندنا know how to، قلنا بننفيها بdon't و doesn't، يبقى على طول already السؤال يبقى هيكون بdo او does. اليو هيجي معاها ايه؟ do. يبقى do you know how to. are you able to، احنا قلنا بعد able to هنجيب مصدر، فهتحوش الاس، فهتكون right. تمام. بعد كده عندك الاملة، عندك طبعا ازياء المناسبات، ومجاني الات موسيقيه التمثيل والميك اب. تمام. طيب الدرسين بقى 3 و4. اول حاجه means not able to see. هو ده مفتاح الحل، مش هيقدر يشوف. not able to see، لا يستطيع ان يرى. تمام. لا يرى، يبقى اكيد ده الايه؟ البلايند. طيب امال الديف؟ can't hear او not able to hear،
مش هيقدر يسمع. تمام. The world recently means بيقول the world recently means ما هو المفروض ان هي word، كلمة word حشو ال دي هي دي غلطة. كلمة recently معناها حديثا، يبقى اخر حاجة احنا وصلنا لها يبقى lately. تمام. The opera house was not in a fire بيقول ان الاوبرا اللي هو دار الاوبرا اتدمر بواسطة الحريق، يبقى destroyed in a fire. تمام. I would like احنا قلنا لما باجي اعمل اقتراح يبقى I would like اي حاجة فيها would يبقى to المصدر. تمام. ما عدا حاجة واحدة هنقولها دلوقتي، I would like يبقى to invite. طيب تعالى بص كده للي تحتها، would you mind. احنا قلنا اي حاجة فيها would like او would love او would prefer يبقى to المصدر. اما يا مستر لما الاقي مايند تقف مع نفسك واقفه، مايند بس يبقى وراها اي ان جي، لكن مايند اف تيجي تقول مصدر، معلش اكتبها. يبقى هنا would you mind، او هو بدل would دي ممكن يجيبها لك do، do you mind. هنا بقى ما عنديش اف، يبقى تحط اي ان جي، ودي الحاجه الوحيده اللي بنجيب وراها اي ان جي، would you mind او do you mind opening. طيب هو بقى لو جاب اف عندك mind واف، يبقى لازم to بلس المصدر. تمام. اكتبها عشان مهمة. يبقى انا mind بس ing mind وf يبقى to والمصدر. طيب عندنا برضو الاملاء اهي، اكتبوها. نيجي بقى هنا للدرسين 5 و6. he was not when he saw dinosaurs، هو كان ايه لما شاف الديناصورات، يبقى اكيد هو كان مرعوب، يبقى scared. طيب ما ناخد سكيري، لا سكيري هنا مخيف او مرعب، بوصف بيها الشيء اللي بيسبب الايه الحاجه دي، لكن لما يكون المتاثر يبقى باخد الحاجه اللي فيها ايدي. طيب there are no not now they did out of in the past، ما فيش ايه دلوقتي، ده هم ماتوا انقرضوا في الماضي، يبقى اكيد الديناصورز اللي هي الديناصورات. the ship sank so the children swam to the nearest، بيقول السفينة غرقت عشان كده الأطفال عاموا لحد أقرب إيه، يبقى أكيد أقرب جزيرة اللي هي آيلاند. تمام. طيب بعد كده we bought some drinks and not for our picnic، إحنا اشترينا مشروبات وإيه للبيكنيك بتاعتنا، يبقى أكيد سناكس وجبات خفيفة. and what is a person who flies planes، الشخص اللي بيطير الطيارات او بيقود الايه الطيارات، يبقى بنقول عليه pilot اللي هو الطيار. تمام. وعندنا هنا الاملة، دعوة وحفلة ومغامرة وطلب ومدينة الملاهي. طيب نشوف بقى ميني تيست على الوحدة التاسعة. دينا and Mona are talking about the نور والامل اوركسترا، طبعا انتوا فاكرين النور والامل اللي هم كان بتاع الفتيات المكفوفين اللي كانوا بيعزفوا موسيقى. قالت له what are you doing، ماذا تفعلين. I'm not an article about the النور والامل orchestra. طيب قالت لها انت بتعملي ايه، قالت لها مش عارفه بعمل مقال. يبقى هي بتعمل ايه المقال، اكيد بتقراه، يبقى I'm reading، انا بقرا مقال عن فرقه النور والامل. قالت لها where is it، هي فين. قالت لها it's at a school for not girls in Cairo، قالت لها دي مدرسة مش عارفة للبنات الايه في القاهرة. is it for blind girls only، هل هي للبنات المكفوفين بس، يبقى هنا هطلع كلمة blind تاني، عشان كده بقولك اقرأ القطعة هتلاقي الحل موجود فيها. قالت لها yes it a، طبعا هجاوب yes or no، يبقى عكس اول كلمتين، يبقى الات نزلت، يبقى ناقصني الاز، يبقى yes it is. إيمان بدر is one of the musicians، قالت لها إيمان بدر واحدة من الموسيقيين. قالت لها what not does she play، مش عارفين what إيه أي إيه اللي هي بتعزف عليها. قالت لها she plays the violin، طب ما هي الفايولين آلة الكمان، يبقى آلة موسيقية، طب الآلة الموسيقية اسمها إيه instrument أهي، يبقى what instrument does she play. طيب هنا بقى سألتها قالت لها did she became blind، قالت لها she became blind when she was 2 years old، لما كان عندها سنتين. قالت لها امتى بقى هي كانت كفيفة، يبقى قالت لما كان عندها سنتين، يبقى متى يعني when. خلاص. طيب نشوف كده عندنا اللي هو التصحيح ما بين الأقواس.
shall I. احنا قلنا كل الحاجات اللي فيها عرض وطلب وان انا اعمل دعوة او invitation او كده، كل الحاجات دي بتاخد وراها مصدر. كل اللي عندك في السنة دي مصدر، ما عدا حاجتين: do you mind يبقى من غير if ing، او would you mind ing بس. الباقي كله شال وكود وكان و وليتس وكمان would you like او do you like، تمام. كل الحاجات دي هتاخد تو والمصدر. طيب هنا بيقول shall I، shall I بيك وراها مصدر على طول، shall I get من غير ما تكمل. طيب هنا do you mind if you، الله ده انا عندي do you mind يبقى ing، لا ما انت عندك if. if هنا بقى بتفرق كتير، يبقى if you open، اول ما بتلاقي if يبقى مصدر على طول، تمام، مصدر على طول، اول ما تلاقي if يبقى مصدر، تمام. طيب she know how to make salad، طبعا she مع know ما تنفعش فهتكون knows، تمام، لان she مفرد والمفرد بيحب الحاجة اللي فيها الاس. طيب she isn't can to read English، هي مش قادرة تقرا انجليزي، ما ينفعش can، لان can ما يكونش قبلها am with are، ولا ينفع قبلها ولا بعدها to، يبقى مين اللي بيكون قبله is وبعده to؟ طبعا ما عنديش غير able، she isn't able to read English. بعد كده هتكلم على الارت ميوزيمز اللي هي متاحف الفن، تمام، زي ما خدنا المتحف الاسلامي واتكلمنا عنه. خلاص كده يا ولاد. طيب عندنا بقى هنا الوحده رقم 10 الدرسين 1 و2 بيقول ايه. looking clean and tidy means لما يبقى الحاجه شكلها نظيفه ومرتبه بنقول عليها ايه؟ طبعا smart. يعني ايه smart؟ يعني انيق. most women wear not clothes، اغلب السيدات بترتدي الملابس الايه؟ اللوز. يعني ايه لوز؟ واسعه. some sandals are made of expensive، بيقول ان اغلب الصنادل بتكون معموله من الايه؟ الغالي. يبقى اكيد طبعا leather اللي هو الجلد. she is a، طبعا ده ترتيب الصفات، واحنا قلنا ترتيب الصفات بتكون كلمه وحش عالم، تمام، اهي اول ما بلاقي الكلمه دي ارتب الصفات على طول. اول ما بتكتب الكلمة دي حطها في دماغك كده، اكتبها ورتبها صفات على اساسها. هنا بيقول she is a Egyptian famous، طبعا لما بيكونوا صفتين يبقى تعكسوا، ما فيش اسهل من كده، يبقى هتقول famous الاول وبعدين Egyptian. this is a، هنا بقى ثلاث صفات، هعمل ايه؟ ارمي المادة الخام اخر حاجة فهتكون رقم 3، وقبلها اللون، يبقى دي 2، بس احنا عندنا هنا dress اسم، يبقى دي 3 ودي 1 ودي 2. يبقى انت لو عندك مادة خام هترمي اخر حاجة، بس لو ما لو في اسم يبقى الاسم هو اللي اخر حاجة قبل المادة الخام، وقبل المادة الخام اللون هتلاقيها ظبطت معاك. يبقى this is a white cotton dress، تمام. بس عندك بقى هنا املا، فابدأ ايه خدها سكرين كده وابدأ اكتب انت على طول، اختبر نفسك. يعني هنا بقى lessons 3 and 4 الدرسين 3 و 4. factories cause a lot of، المصانع بتسبب ايه كثيرا؟ يبقى a lot of pollution، تلوث. my grandmother is amazing at not clothes، ماما شاطره في الايه؟ الملابس. يبقى اكيد sewing اللي هو خياطه الملابس. is a happy occasion for many people، هي مناسبه سعيده لناس كتير جدا. يبقى اكيد ال wedding اللي هو حفل الزفاف. which books are yours، قالوا ذا not on the desk، قال له اي الكتب المفضلة ليك؟ طب ما الكتب هنا جمع، يبقى ما ينفعش one فهتكون ones. طيب look that are our car، ازاي ذات ومعها are فهتكون that is. خلاص كده. طيب عندك بقى هنا الاملة اهي، خدها سكرين وتعالوا بقى نشوف الدرسين 5 و6. نيجي بقى لايه؟ للدرسين 5 و6 اخر درسين في الوحدة رقم 10. بيقول النقط is someone who owns or is in a charge of a small shop، بيقول الشخص اللي owns، يعني ايه owns؟ يمتلك. الكلمة اللي متعرفهاش ترجمها، الشخص اللي بيمتلك او ان هو بيكون يعني عنده small shop، عنده محل صغير، بنقول عليه ايه؟ طبعا هيكون shopkeeper اللي هو صاحب المحل. we are celebrating my daughter's birthday not tomorrow، احنا هنحتفل بحفل عيد ميلاد اختي بكره، يبقى اكيد party، مش مستاهله، سهله جدا. how not is the book 150 pounds، 150 جنيه. يبقى هو بيسال عن الايه؟ عن السعر. يبقى how
price ولا how much، لا how much يعني كم، ايه الثمن. تمام، طب ليه ما اخدش price؟ price هنا السعر، يبقى هقول ما هو السعر، what is the price. لكن لما ما يكونش فيه what فانا باخد how much. تمام كده. طيب the saw is a useful، saw اللي هو المنشار هو ايه؟ tool. تمام، ترجمها المنشار. تمام، طيب not means pleasant or attractive، حاجة حلوة وجذابة فبنقول عليها pretty يعني جميلة. تمام، عندك الديكتيشن الاملة كلمة سعر وجميل وتمثال واضافة ويشمل. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض كده الميني تيست على الوحدة رقم 10. A not is someone who buys goods or services، الشخص اللي بيبيع بضائع او خدمات يعني بنقول عليه ايه؟ اللي بيبيع، ال buys اللي بيشتري، قصدي buy يشتري، يبقى ده بنقول عليه customer اللي هو زبون. طيب لو بيبيع هتكون كلمة يبيع يعني sell، sell. تمام، sell. طبعا لو بيبيع يبقى اللي هو الشوب كيبر او سيلزمان او السيلر، الاثنين صح. تمام، التلاتة صح. To not is to put on piece of clothes to check if it fits or not. بيقول put on، معنى كلمة put on هي يرتدي، يبقى try on، بيجرب الحاجة دي. يبقى انت بتحط قطع من الملابس وبتشوف هل مناسبك ولا لا، يبقى try on يعني بيجرب. يبقى لما تلاقي كلمة try on لازم على طول بتساوي كلمة put on، الاتنين بيساوي بعض. I saw a new knot. I have a new knot. There one on the shelf. بيقول أنا عندي إيه؟ I have the one إيه؟ اللي موجودة على الرف. Book ولا موبل ولا بين ولا ترينر؟ يبقى طبعاً I have a new book. أنا عندي كتاب جديد، لأنه بيكون موجود على الشيلف اللي هو الرف. He didn't study hard as a knot. He didn't succeed. يبقى كنتيجة، هو مذاكرش كويس، يبقى كنتيجة لذلك، يبقى as a result، كنتيجة لذلك هو ما نجحش. طيب I usually wear sports clothes because they are، أنا دايما بلبس الملابس الرياضية. ليه؟ لأنها أكيد comfortable، هي مريحة. طيب she likes the knot dress. خلي بالك هنا ترتيب صفات، يعني ارمي المادة الخام آخر حاجة. طيب أنا عندي بلو ولينن، وهنا لينن وبلو وكوتن وبلو وميتل وبلو، هرمي المادة الخام آخر حاجة. فين المادة الخام هنا؟ أنا عندي قطن وعندي ميتل وعندي لينن، فين آخر واحدة فيهم؟ اللينن أهي، يبقى بلو لينن دريس. أنا بحب ألبس الفستان الأزرق اللي معمول من الكتان. طب ما هتقولي كوتن، لا كوتن الأول بلو الأول وبعدين كوتن، لو كده كنا هنختارها وأقولك الاثنين صح، لكن هي هنا المادة الخام الأول وبعدين اللون، يبقى كده غلط. طيب I'm going for a night meal with my parents. أنا رايح أتناول وجبة مميزة مع والدي، يبقى a special meal. تمام، طيب ده جلابية is a form of not clothes. الجلابية دي نوع من أنواع الملابس الإيه؟ أكيد طبعا traditional، تقليدية. My clothes not comfortable. My clothes هتكون جمع ولا مفرد؟ الملابس جمع، يبقى my clothes are comfortable. A knot is a scarf that women wear to cover their hair. عشان نغطي شعرنا، يبقى احنا اكيد بنلبس الهيد سكارف اللي هو الحجاب او الطرحة. تمام، طيب يونت 11، ودي اخر حاجة معنا طبعا عشان يونت 12 ملغية، فدي اخر حاجة هنحلها الدرسين 1 و2. اول حاجة there is a lot of knot from traffic. في ايه بقى بسبب الترافيك؟ اكيد طبعا في pollution، تلوث. Many cars get not wildlife. العربيات هتعمل ايه للحياة البرية؟ اكيد damage، يعني هتدمر الحياة البرية. Re means do you something. احنا قلنا اول ما بتلاقي re يبقى وانت مغمض على طول again، ولما يكون كاتب again يبقى re، الاثنين re يعني اعادة استخدام، اعادة تصنيع. re اللي هي again بتعمل الحاجة دي مرة تانية. طيب نشوف كده تصحيح الخطأ. They are visit Aswan tomorrow. They have arranged everything. احنا قلنا اول ما بلاقي كلمة arrange يا سنة تانية، يبقى ده مضارع مستمر. طيب انا عندي هنا المضارع المستمر بيتكون من am و is و are، والفعل في ing. انا عندي are، يبقى الفعل ناقصه ing، يبقى visiting. طيب she can't swim well. هي ما هو ما مش هيقدر يعوم كويس. he going to drown.
درومن هو هيغرق. طيب هو انا هنا عندي دليل، اه عندك دليل، هو هنا ما بيعرفش يعوم يبقى اكيد هيغرق، يبقى ده دليل ايفيدنس، يبقى هتستخدم جونج توبس طبعا بيكون قبلها اما واذا وار، فالهي هنا هتكون از وبعدين going to ودرون هو كاتبها خلاص. وبعدين بقى عندك الاملاء، الحياه البريه وجفاف وعاصفه وتوربينات الرياح ومعدات. طيب نشوف بقى الدرسين 3 و4. means slowly becomes weaker and then disappear، بيقول لك بيبقى معناها ببطء كده بتبقى اضعف، كل ما بتروح بتكون اضعف وبعدين بتختفي. يبقى كلمه decay يعني ايه بقى؟ decay يعني يتحلل. تمام. طيب بعد كده green inventions are environment ايه؟ بيقول لك ان الاختراعات الجرين النظيفة طبعا اكيد طبعا environment friendly اللي هي صديقة للبيئة. تمام. طيب رقم 3 pollute the environment، مين هو اللي بيلوث البيئة؟ يبقى اكيد chemicals اللي هي المواد الكيميائية. بعد كده رقم 1 بيقول I do traveling to Aswan next week it's arranged، برضو هنا arranged يبقى مضارع مستمر، يبقى I'm traveling، يبقى اللي ناقصك بس زي ما قلنا am. طب ليه ما قلتش بقى I'm doing traveling؟ لا، طب ما انت عندك traveling فيه I N G، يبقى انت هتغير verb to do وتحط verb to be. تمام. طيب she is not sleep at the moment، قلنا at the moment برضو من الكلمات الدالة على المضارع المستمر، اول ما بنلاقي at the moment او now او at present او arrange يبقى ده، واي حاجة فيه علامة تعجب يبقى ده مضارع مستمر، يبقى am is are والفعل فيه ing، يبقى بدل ما هي sleep هتكون sleeping. تمام. وبعد كده هتكتب الاملة اهي. تعالوا بقى نشوف الدرسين 5 و6. The time of day when the sun disappears and night begins is called، لما الشمس بتختفي ويبدأ الليل يجي، يبقى بنقول على الوقت ده ايه؟ sunset. يعني ايه sunset؟ غروب الشمس. رقم 2 when joined the knot when we went under water، لما بننزل تحت المية، ايه بقى اللي بتستمتع بيه تحت المية؟ يبقى اكيد coral reefs اللي هي الشعاب المرجانية. طيب climbing looks a bit scary، اللي بيجي قبلها climbing hack ولا jack ولا fake ولا rock؟ لا طبعا rock climbing اللي هو تسلق الصخور بيكون مرعب قليلا. the knot is very hot today، ايه هو اللي حر؟ يبقى ال temperatures ولا calatures ولا temperatures ولا future؟ طبعا temperature اللي هي درجة الحرارة. let's احنا قلنا let's بيجي وراها مصدر، طيب let's makes ولا does ولا enjoys ولا have؟ طب يا مس هو مش جايب الفعل اللي هختار منه المصدر، طب بص كده الفعل ده فيه اس مش هتنفع، دي اس مش هتنفع، دي اس مش هتنفع، يبقى تجيب المصدر، يبقى let's have a picnic، يبقى دعنا نتنزه. تمام. بعد كده عندك الكلمات اهي برضو، خدها سكرين كده وراجع على الفوكاب بتاع الوحدة الحداشر. نيجي بقى من التست على الوحدة الاتناشر، هنا بيقول عبدو اند محمد are talking about drones، ايه هي drones؟ اللي هي طيارات بدون طيار، طيارات او طائرات بدون طيار بتطير ايه لوحديها. فبيقول له what are you go what are you doing، ماذا تفعل؟ ترجمها ماذا تفعل، ولما تيجي تجاوب ال are you دي هتحولها على طول I am. اهو ادينا حلينا نص الايه الاجابة، خليك ثابت على كده لحد ما نشوف بيعمل ايه. قال له what is the article about، المقال عن ايه؟ يبقى هو بيعمل ايه للمقال؟ اكيد بيقراه، يبقى I'm reading، وعشان طبعا عندك am with are يبقى ما ينفعش read فهتكون reading. I'm reading an article، انا بقرا ايه؟ مقال. قال له المقال ده عن ايه؟ قال له drones، عن الطيارات اللي من غير طيار. قال له can they fly alone، هل يقدروا يطيروا بنفسهم لوحدهم؟ فطبعا هيقول له ايه؟ yes they can. ليه؟ لان احنا عارفين ان الدرونز ما بيكونش فيها طيار، فهنقول له yes they can. فقال له do they need a person to fly them، هل هم محتاجين شخص عشان يطيرهم؟ فمش عارفين، فقال له we can use remote controls، قال له احنا ممكن نستخدم الريموت كنترول، يبقى اكيد هيقول له ايه؟ لا مش محتاجة شخص ان هو يطيرها، يبقى هنقول له no they
don't. تمام. Are they useful؟ هل هم مفيدين؟ فهنقول له yes they are. يا سلام لو تيجي لنا القطعه دي في المحادثه دي في الامتحان كلها بنجاوب على بيس ونو، فسهله جدا. هنا بقى سأله سؤال، قال له we can use them for solving some environmental problems. قالوا احنا ممكن نستخدمها في بعض او في حل بعض المشاكل الايه البيئيه. يبقى هيقول هنستخدمها في ايه؟ كلمه ايه دي يعني ايه؟ what. طيب انا جبت اداه الاستفهام، عايزين فعل مساعد. تبص بقى في الجمله بتاعتك، ادي الفعل والفعل الاساسي، الفعل المساعد والفعل الاساسي. احنا مالناش دعوه بالفعل الاساسي دلوقتي، خليك في المساعد. هتبدا تعكس اول كلمتين what can والوي، ممكن تطلعها وي او يو، الاثنين صح. what can we use them، ان هم جم for، احنا ممكن نستخدمها في ايه؟ يبقى انا بس جبت اداة الاستفهام وباقي السؤال جبته منين؟ من الاجابة. يبقى احنا ممكن نستخدمهم في ايه؟ قال له في حل المشكلات البيئية. طيب نشوف كده مع بعض. is she has her meal، is و she، am و is و are، يبقى بعدهم الفعل في ing. يبقى hasing no، ترجع الفعل الاصله اللي هو have وبعدين تحط ing، طبعا بتطير ال اللي في الاخر لان ما ينفعش حرفين متحركين ورا بعض. they are going finish in 3 hours، هما هينتهوا في خلال 3 ساعات. طب ما انا عارف ان going بيجي وراها to plus المصدر، يبقى to finish. طيب what is she do does، لا هتكون doing لان طبعا عندي is، يبقى فعل في ing. there are dark clouds I think it not to rain. طيب ما انا عندي هنا dark clouds، غيوم سوداء، يبقى كده هتمطر. يبقى هنا في دليل، يبقى ام از ار جوينج تو الفعل في المصدر، يبقى هنا الات بتحب الاز وبعدين جوينج وبعد كده هو كاتب لك تو المصدر. تمام. لكن لو لقيت سينك بس من غير دليل يبقى ات ويل. تمام. بس لما عندك الدليل يبقى جوينج تو على طول. تمام كده. سنه تانية طبعا الوحده ال 12 دي ملغيه من علينا، من عندنا وعند الايه الازهر. تمام. بس يبقى كده تيتشرز اورجنايزر الحمد لله خلص. ان شاء الله بقى باقي الملحقات باذن الرحمن هنحلها في الفيديوهات الجايه. انتظرونا بقى عشان الفيديوهات الجايه قويه جدا جدا، مش عايزاكم تعدوا ولا فيديو فيهم، لان الحمد لله اللي بنحله معاكم بيجوا في الامتحانات، والحاجات اللي بنتوقعها الحمد لله بتيجي في الامتحانات. فمش عايزاك تفوت الفيديوهات دي ابدا. ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتات، وممكن نعمل لايف مع بعض ان شاء الله ونحل فيه الحاجات اللي انتم مش فاهمينها او نشرحها تاني. تمام. يا سنه تانية بالنجاح والتوفيق يا رب، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.